السلام عليكم، معكم أمين من شركة جولدن ديدكتر في أبوظبي، الشركة المختصة بالجست الكشف عن الذهب والمعادن والمياه الجوفية والأنظمة الأمنية. طبعا بعد التحديث الأخير من شركة OKM على برنامجها برنامج الفيجوالايزر بنسخة الفيجوالايزر ستوديو، وصلنا الكثير من الأسئلة والاستفسارات من العملاء والمتابعين حول استخدام هذا البرنامج بالنسخة الجديدة، بشأن طبعا تحليل الصورة وتحديد العمق الخاص بالهدف الموجود في الصورة، وأسئلة كثيرة عن هذا البرنامج. بهذا الفيديو بإذن الله راح نغطي لكم ونشرح لكم بشكل كامل برنامج الفيجوالايزر ستوديو بالنسخة الجديدة، وأشرح لكم أهم مميزات البرنامج واللي فرق عن النسخة القديمة. خليكم معانا وتابعوا الفيديو للآخر. بالبداية، هذه هي الواجهة الرئيسية لبرنامج الـ OKM Visualizer 3D Studio. طبعاً الشرح اليوم حيكون عن نسخة الـ Standard Edition اللي بتجي مع جميع أجهزة OKM اللي بيكون فيها مسح أرضي ثلاثي الأبعاد. متوفرة أيضاً نسخة الـ Pro، بعض الخيارات الموجودة في نسخة الـ Pro غير متوفرة في نسخة الـ Standard Edition. إذا بعض العملاء حابة تطور النسخة اللي معاها لنسخة الـ Pro بإمكانهم يطلبوها عن طريق موقع OKM. طبعاً الواجهة الرئيسية بتشبه بشكل كبير النسخة القديمة من البرنامج، الخيارات الموجودة في الأعلى اللي على اليسار أيضاً نفس الخيارات، ولكن الآن موجودة بعض الخيارات اللي كانت موجودة في الأعلى انتقلت وصارت على الجانب الأيمن. تقريباً 90 إلى 95% من الخيارات الموجودة في البرنامج القديم موجودة الآن بالنسخة الجديدة، ولكن اختلف أماكنها أو اختلفت مسمياتها. بالبداية حنحول لغة البرنامج اللغة العربية عن طريق زر الإعدادات، ننتقل إلى اللغة، نختار اللغة العربية. بداية عندنا الموجودين الخيارات الموجودة في الأعلى، عندنا إذا بدنا نفتح ملف جديد أو نفتح أو نخزن أو نسيف الملف اللي عندنا إياها، عندنا أيضا خيارات، أو أول خيار هو التواثيق أو المعلومات حول برنامج الفيجوالايزر ستوديو. عندنا أيضا إعدادات البرنامج بالنسبة للغة، نظام القياس من المتر أو وحدة القدم، وعندنا أيضا جميع هذه الخيارات أو الإعدادات الخاصة بعرض الجهاز، وعندنا أيضا هذه الخيارات طبعا خاصة بعرض الواجهة الرئيسية للبرنامج لما يكون عندنا مسح أرضي ثلاثي الأبعاد. وهذه طبعا الخيارات، بعض الخيارات نفس تقرير البي دي اف متوفرة في النسخة البرو من البرنامج. بداية حنفتح أحد الأمثلة الموجودة في البرنامج، عندنا السرداب، طبعا هذه هي الواجهة الرئيسية بتكون بهذا الشكل لما يكون عندنا جراوند سكان فاتحينه. عندنا طبعا الفيوز الموجودة على اليمين، عندنا السايد فيو أو الجانب الواجهة الجانبية من الصورة، الجانب الأيمن، عندنا الجانب الأيسر من الصورة نفسها، وعندنا أيضا الصورة أو الوضع ثلاثي الأبعاد. طبعا بإمكاننا نحن نحرك الصورة عن طريق الماوس. الخيارات الموجودة على اليسار، الخيار الأول اختيار، هذا الاختيار طبعا أنت بإمكانك تختار أي نقطة موجودة على الصورة فقط عن طريق الضغط عليها، والمحاور بتتقاطع عند النقطة اللي أنت ضغطت عليها. عندنا أيضا الخيار الثاني هو تدوير الصورة 360 درجة بشكل كامل، الصورة بتدور معاك بكامل الحرية. عندنا أيضا الخيار الثالث تحريك الصورة، وأيضا هذه الصورة خاصة بالتكبير وتصغير أو الزوم إن والزوم أوت، بإمكاننا نحن نكبر ونصغر الصورة إذا بدنا نركز على نقطة معينة. وهذه الخيارات طبعا نفس الخيارات الموجودة على اليمين موجودة بالنسبة للتوب فيو أو المعرض أو العرض العلوي، وعندنا أيضا العرض الجانبي من الجهة اليمنى وأيضا من الجهة اليسرى. وهذا بهذا الشكل بتكون الصورة تكبر وبتصغر، بإمكاننا أيضا نغير بحيث ندور الصورة 360 درجة. أول خيار بيكون عندنا طبعا بكل وضوح هو نوع التربة، من المهم طبعا اختيار نوع التربة بشكل صحيح حتى البرنامج يعطينا النتائج المناسبة للرسم الموجود. طبعا جميع أنواع التربة متوفرة في نسخة الستاندرد، ولكن في نسخة البرو بمكنك البرنامج من إضافة بعض أنواع التربة الجديدة أو تعديل أنواع التربة موجودة عندك أو حذف بعض أنواع التربة، ولكن بما يخص نسخة الستاندرد موجودة جميع أنواع التربة اللي ممكن نحتاجها. ننتقل أيضا يعني أحد أهم الخيارات الموجودة في برنامج الستاند الفيجوالايزر ستوديو، وهو معلومات المسح.
طبعا معلومات المسح بيكون فيها كل شيء بخص المسح اللي نحن أخذناه بداية من المعلومات العامة، التاريخ والوقت ووضع التشغيل اللي كان مستخدم في هذه الصورة. أيضا عندنا موقع الجي بي إس، طبعا هذا بيعتمد على نوع الجهاز اللي أنت كنت مستخدمه وقت أخذ الصورة إذا كان في جي بي إس أو لا. وعندنا أيضا المعلومات اللي بتخص العمق والموقع الخاص بالنقطة اللي أنت مختارها. على سبيل المثال إذا أنا بدي أعرف عمق نقطة معينة بالصورة أو بالشكل عندي، بإمكاني فقط اختيار النقطة عن طريق طبعا اختيار هذا الخيار الموجود على اليسار، اختيار أي نقطة أنا بهمني معرفة عمقها. العمق بيبين عندي على الجهة اليمنى متر و16 سنتيمتر. عند تغيير طبعا النقطة بيختلف العمق على حسب العمق الحقيقي للنقطة. طبعا أيضا بيوضح عندي النبضة وخط المسح. هذه النبضة بتمثل ارتفاع النقطة اللي أنا اخترتها من خط البداية، وخط المسح بيمثل المسافة من بداية أول خط مسح إلى النقطة اللي أنا اخترتها. هذه طبعا النبضة وخط المسح بيساعدني لأعرف مكان الهدف أو مكان النقطة اللي أنا اخترتها بشكل دقيق جدا، بالإضافة لمعرفة العمق الخاص بهذه النقطة. بإمكاننا أيضا نحن نغير أو نحرك المحاور الموجودة، المحور العمودي والمحور الأفقي عن طريق الأسهم الموجودة في لوحة المفاتيح. طبعا نفس ما ملاحظين العمق بيتغير عند تحريك هذه المحاور. على سبيل المثال بهذه النقطة العمق الموجود عندي 0.99 سنتي على تقريبا متر. عند تغيير النقطة العمق أيضا بيختلف، في هذه النقطة 68 سنتيمتر وهكذا. ننتقل للخيار الآخر وهو المرجعية. طبعا هذا الخيار متوفر فقط في النسخة البرو من هذا البرنامج. طبعا هذه المرجعيات هي هذه النقاط الموجودة على الصورة. هذه النقاط بشكل أساسي ما بتكون موجودة، ولكن المستخدم بيضيفها على المسح الخاص فيه، بحيث إذا بده يضيف بعض الملاحظات، إذا بده يرجع الصورة بيرجع للصورة في المستقبل عند التحليل أو عند أخذ بعض المعلومات من الصورة، بتكون هذه الملاحظات مكتوبة عنده، ولكن إضافتها لازم يكون عندك النسخة البرو من البرنامج. ننتقل أيضا للإعدادات الخاصة بالصورة أو بعض الخيارات الخاصة بتصحيح الإشارة. طبعا هذه الإعدادات يعني ممتازة جدا في البرنامج، ولكن يرجح عدم استخدامها بشكل كبير لأنه بتأثر على الصورة. هذه الإعدادات بنختارها لما يكون في عندنا بعض الإشارات الخاطئة بالصورة، ممكن لما نعملها تختفي هذه الإشارات الخاطئة، ولكن الزيادة من استخدامها بيأثر على الصورة، لأنه هذه فقط مجرد محاكاة من البرنامج، استخدامها بشكل كبير ممكن يأثر على الصورة. ننتقل أيضا لبعض الإعدادات عندنا الخاصة بالعرض أو بطريقة العرض الصورة الموجودة في البرنامج. على سبيل المثال المحاور الموجودة بإمكاننا إخفائها، أو الصندوق المحيط للصورة، وأيضا بإمكاننا نخلي الصورة بسطح مستوي أو نخليها بشكل ثلاثي الأبعاد أو نغير بعض الألوان الموجودة. طبعا هذا الخيار خاص بتحريك الصورة أو تدويرها. هذه الخيارات نفسها الموجودة بإمكاننا نتحكم فيها من هذا الزر. طبعا هذا شرح مبسط لبرنامج الفيجوالايزر ستوديو الجديد. لأي أسئلة واستفسارات حول هذا البرنامج بإمكانكم تتواصلوا معنا عن طريق الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو تزوروا موقعنا الإلكتروني، وشكرا لكم على المشاهدة.